العاصفة التي تضرب ببيته يبقى صامدا ومتمسكا بهدف العودة إلى حظيرة الكبار، وبقيادة هذه المرة المدرب المساعد عوامري عبد الغاني بعد انسحاب المدرب شريف حجار، حقق فوزا مهما على الضيف جمعية الخروب الذي عاش دفاعها ضغطا رهيبا في بداية اللقاء. حملات هجومية من الأولمبي غاب عنها صاحب اللمسة الأخيرة في أغلب الأحيان، لينتظر الأنصار الفرحة إلى غاية الدقيقة 28. وبعمل هجومي منظم الأولمبي يتمكن من حل شفرة جدار الخروب بكرة مدان التي هزت الشباك، هدف أخرج الجمعية من قوقعتها في رحلة البحث عن هدف التعادل، رحلة كانت موفقة لأشبال المدرب باشا بردهم الصاع في الدقيقة 37 وتسجيل بوشوارب هدف التعادل. تعادل دام 10 دقائق فقط بعدما زاد لاعبو الأولمبي من رتم الأداء والبحث عن هدف ثاني لتهتز شباك الجمعية مرة أخرى في الدقيقة 44. القائد لاكروم وبكل ما أوتي من قوة يسدد ويوقع الثانية ونهاية المرحلة الأولى لصالح الأولمبي. هدفان لهدف انتهت عليها المرحلة الأولى لصالح أولمبي المدية. في الشوط الثاني جمعية الخروب حاولت فرض نفسها وإعادة الكرة بتعديل النتيجة، لكن دفاع أولمبي المدية بدأ أكثر تماسكا. وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة الأولمبي وبسرعة الثانية يواصل مهرجان أهدافه، والقائد لاكروم يتألق ويمارس مهنته المفضلة بإضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه على طريقة الكبار. ثلاثية جعلت الجمعية تنهار خصوصا على مستوى الدفاع، ما ترك المجال لأصحاب الأرض بالضغط أكثر، وإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 78 وقعه دائما لاكروم الذي رفع رصيد أهدافه إلى 9 في المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين. ليختتم الحوار الكروي بفوز عكس إصرار الأولمبي وتمسكه بالريادة رغم المشاكل التي يتخبط فيها الفريق.